مهمة، ومع بقاء مباريات الأسبوع فريق القوة الجوية، ومن أجل الانتصار 19 وإحراز بطاقة الوصافة لهذا الموسم، وفريق الكهرباء القادم من الفوز على الحدود والبقاء والاطمئنان للعب في الموسم القادم. الشوط الأول وفرض السيطرة والقوة على مجريات المباراة واستغلال الفرص بتمريرات من أجل الوصول للهدف والتسجيل، ليأتي الهدف من كرة جميلة في الدقيقة 37 من حمادي أحمد بتمريرة رائعة من بشار رسن لتميل كفة الشوط الأول للقوة الجوية. شوط جيد، لكن جاء هدف ما نقول يعني عكس اللعب، لكن تعرف فريقين كانوا متساويين بالأداء، وإن شاء الله إحنا الشوط الثاني اعتياد المدرب راح يسوي تعديل بالمجموعة بالفريق. كنا طامحين من بداية المباراة لتسجيل أهداف من بداية الشوط الأول، مثل ما تعرف الجو حار واللاعبين مجهدين، مباريات يعني ضغط بين يوم ويوم لعبة، فهذا يسبب ضغط على اللاعبين. الحمد لله والولد ما مقصرين، يعني استطعنا نسجل هدف، وإن شاء الله الشوط الثاني يعني نزيد الغلة. الشوط الثاني وفارق اللياقة البدنية والضغط النفسي من أجل التعزيز من القوة الجوية والعودة من أبناء الكهرباء ليأتي الهدف الأول لنادي الكهرباء بأقدام اللاعب وليد خالد في الدقيقة 75 من المباراة، ليعود محمد عبد الزهرة قبل نهاية المباراة والعودة بهدف التقدم والفوز على نادي الكهرباء بالهدف الثاني لتنتهي المباراة لصالح القوة الجوية. لكن الحمد لله والشكر احنا ما تبقى من الدوري لازم ان شاء الله نحقق العلامة الكاملة. نتيجة المباراة هي الأخرى كانت مكملة للمباريات في هذا الموسم للقوة الجوية.